لما بيكون في زياره طبعا لطبيب الاسنان بيكون يوم اسود للناس اللي بتخاف، الناس اللي عندها اطفال عندها رعب من انه تروح لدكتور الاسنان، حتى احنا ككبار لما بنروح الله اعلم مجرد ما يبدا يفتح الفك ويبدا يا ترى ايش هتسوي. هقول لك حاجه، بحس دايما ان دكتور الاسنان محتاج يكون معاه اسيستنت طبيب نفسي علشان يهدي الناس، خصوصا ان فعلا انا مره اكتر مره اقول لدكاتره الاسنان اقول لهم ادواتكم مرعبه، الحركه نفسها بتبقى فيها الكشاف اول ما يبدا يضرب والحركه. بس والله عايزه اقول انه الجديد خلى المساله في منتهى البساطه، البنج ما هو مبني على خلفيات سينار الافلام والاعلام كلها صور انه دكتور الاسنان مرعب. تتذكر انت افلام زمان لما كان يربط سنه في خيط ويفتح الباب ويشد؟ ده اسماعيل ياسين ده بقى طبعا. اسماعيل ياسين بتسيب اثر نفسي والله بتسيب اثر لكن نفسي. لا طبيب الاسنان دلوقتي بقى كمان بقى تجميلي اكتر منه اي يعني بحس ناس كتيره جدا بتروح له علشان تحسن مظهرها، فبالتالي هو رايح ومقبل وفاهم. لما بيكون خلع او حشوه او احنا بنوصل لمدى الاهمال فما بنروحش للدكتور، يمكن هي طفره بسيطه الان بدات الناس تاخذها كثقافه انه لازم نروح نهتم باسناننا وشكلها والشيب تبعها، لكن من قبل لا احنا بنوصل لحد ما الدمار يبدا يوصل لاسناننا فنروح. في طبيعه الدكتور هيتعامل بعنف شويه لانه محتاج هيتعامل مع شيء يعني متضرر او شيء فيه الم طبعا. خلينا نشوف الجديد في عالم الطب وتجميل الاسنان ايضا. البسمة هي التحية الأولى التي يبادر بها المرء إلى التخاطب مع الآخرين، وهي ما يجمل الوجه برمته ويكسر الجليد ما بين اثنين. تلك البسمة الجميلة مكونة من عناصر أساسية مثل الشفاه واللثة والأسنان، ولا يجوز إهمال عنصر وتجميل آخر للحصول على النتيجة المتكاملة والمطلوبة. وتجميل الأسنان لا يقتصر فقط على الشكل الجميل، وإنما على صحة الأسنان واللثة والفم بشكل عام، إضافة إلى الشق التجميلي. ولتجميل الأسنان مفهوم واسع يشمل تنظيف الأسنان وتبييضها وتقويمها أيضا وحتى زرعها حسب ما تقتضيه الحاجة، ولا تزال جراحات التجميل تمر كل يوم بجديد. وفي عصر النجوم يتهافت الناس على التشبه بالمشاهير، ومنها الرغبة العارمة في الحصول على الأسنان المرصوفة البيضاء التي تشبه الأسنان في الإعلانات دون التعرف على مدى فعالياتها لهم، وغير عابئين بتأثيرها على سلامة وصحة الأسنان. وهنا يطرح السؤال حول الحفاظ على سلامة الأسنان وفعالية العمليات التجميلية لها في ظل ما تتعرض له الأسنان لكثير من العوامل التي يمكن أن تغير لونها وتجعلها أكثر دكونة أو تعطيها تلونات مختلفة، مما يسبب مشكلة كبيرة لدى المريض. موضوع بسيط وسهل ورائع، ومعنا دكتور زي العسل جالس معنا ذا الحين، يعني اللي هيروح مش هيخاف ما فيش كلام. صباح الخير والعافيه عليك دكتور. دكتور محمد عماد اخصائي طب تجميل الاسنان، معلش اعذرنا على الكلام اللي قلناه، بس دي فعلا دي صوره نمطيه لطبيب الاسنان، فعلا بقت الناس او كانت الناس بتخاف. اعتقد دلوقتي المسائل بقت اسهل شويه. يعني في عصر النجوم بقى بالظبط احنا اكتر تخصص مرعب بالنسبه لناس كتيره، وعشان كده التكنولوجي الجديده كلها هي بتشتغل على قصه ان احنا تخفيف الرعب ان احنا ازاي نقلل الالم قبل ما نعمل تخدير. هو المفروض اللي هو متعارف عليه ان احنا بنقلل الوجع واحنا شغالين ان احنا بنعمل تخدير، اللي هي الكلمه المرعبه اللي بنقولها دايما، كلمه حقن البنج بتاعه الاسنان. فلا في دلوقتي بقى في انواع اخرى من انواع التخدير. يعني في حاجه اسمها التخدير البصري مثلا، ان في بعض الكالرز والالوان اللي موجوده في العياده لازم تبقى كفيله انها تهدي او تعمل تهدئه للتوتر بتاع العند قبل ما يدخل. يعني من اول ما المريض يدخل يحط رجله عندك يفتح الباب ويدخل يحجز لازم تكون الدنيا كلها مهيئه نفسيا. بالظبط كده. كمان بنقول في حاجه اسمها الاوديتوري اناثيزيا او البنج السمعي، ان في ميوزك معينه لازم انت تسمعيها جوه الكلينك، فبالتالي برضو بتريديوس بتقلل الالم بنسبه كبيره جدا. فاذا في الاخر كل الاتموسفير اللي حواليكي في العياده. بس مش كل الدكاتره بيعملوا كده. يعني بتلاقي الموضوع واخد شكل عملي اكتر، هو داخل مجهز الحقنه ما فيش اي حاجه من اللي حضرتك بتقول عليها دي. هو مبدئيا يعني شوفي انت قلتي ايه، هو مبدئيا في كلام في مصطلحات كمان، يعني هو سايكولوجيا ده احنا درسناه، ان في مصطلحات ما ينفعش تتقال قدام العين، يعني ما ينفعش اقول له كلمه حقنه اصلا طبعا، ما ينفعش يشوف شكل الحقنه دي، يعني ما ينفعش ابقى حاطط السيرنج بتاعتي اللي انا هدي بيها البنج على الترابيزه اللي هو شايفها. هو شايف مطلق كل الادوات المفروض الكلام ده بيبقى ورا العيان في ظهره. دكتور هو اول ما بتبدا انت تاخد اي اداه يقول لك ايه يا ترى هذه فين هتروح؟ بالظبط. لا
خلي بالك نقلل التوتر، لان لازم البيش العيان اللي جاي عند دكتور اسنان لازم يعرف الخطوات اللي هتحصل له قبل ما تحصل له. يعني ما فيش حاجات فجاه تحصل جوه بقه، لان ده في حد ذاته يعمل رعب. حتى لو في الم يقول له يعني نبهه يقول له ايه خد بالك هيبقى في الم وانا محتاج مساعدتك معايا، لو ما يزيد قول لي علشان ابط يعني يبقى في ايه لغه. هو بروتوكول، هو بروتوكول لازم يتبع عند كل دكاتره الاسنان عشان نقلل قصه التوتر، وخاصه ان احنا في بعض الاحوال بنحتاج نشوف اللي عندك كذا مره. فمش مفروض ان هو جاي كل مره وعنده الاسترس الفظيع ده. صح. في الاخر على فكره الاند ريزلت بتاع الشغل مش هيبقى لطيف لما يبقى كل مره هو جاي كويسة. لان هو دايما متوقع انه هيتألم طبعا، لانه ممكن كمان يحرك يده وانت بتشتغل يا دكتور، فممكن يعور نفسه، ممكن شيء يسقط. بس هي الفكره في ايش؟ انه مش كل اطباء الاسنان يتعاملوا بهذا المنطق، لانه اصبح البحث عن المكسب التجاري اكثر منه الاهتمام بحاله المريض او انه يخرج عنده نتيجه كويسه. والله حتى لو مش مكسب تجاري بس يعني لا احنا لو حسبناها زحمه الشغل لا بس هي يعني يعني انا لو عملت البروتوكولز دي والعيان ده خلي العياده بتاعتي وهو مستريح، طب ما هو ده مكسب ليا طبعا. يعني هو حتى لا يتعارض المكسب المادي مع ان العيان يبقى تو بي ريلاكسد جوه العياده، دي حاجه كويسه جدا. الثقه بين الدكتور الاكبر سنا ام الشاب اللي زي حضرتك؟ انا مش هقول انا عندي كام سنه الحقيقه، بس هو الثقه كلها في الخبره، في التطور، ان ازاي احنا نبقى متابعين التكنولوجي الجديده. لا انا ممكن اجاوب انا بقى ارجوك، انه الثقه في الدكتور الاكبر سنا يمكن في الحاجات اللي هي الجراحيه في الحشو في الخلع في الحاجات دي، لكن في الحاجات التجميليه لا طبعا الثقه في الشباب، لانه بيبقى عارف ان هو مطلع على عنده نظره وعنده شويه اطلاع شياكه في التعامل، خاصه ان في المجال بتاعنا في حاجات جديده بتظهر كتير طبعاً. يعني كل 3 4 شهور بنلاقي في تكنولوجي ثانيه، في اجهزه ثانيه بتنزل، فالواحد بيحاول يبقى متابع ده كويس، وخاصة ان احنا يعني عايزين نبقى التطور بتاعنا زي التطور في يوروب وفي امريكا طبعاً. يعني مش محتاجة ان انت تسافري لحد امريكا. لا مش بعيد. لا لا مش بعيد خالص بقى. في الاسنان مش بعيد. يعني احدث حاجة مثلا نزلت حاجة اسمها سيرك تكنولوجي. دي تكنولوجيا جديدة، هو كان المتعارف عليه زمان ان احنا عشان نعمل تركيبات او نعمل كراون او نعمل تجميل لازم ناخد مقاس وحاجه عديل ومش عارف ايه برافو عليكي، ما بقاش فيه كده، بقى فيه جهاز كمبيوتر من غير مقاسات. بقيت اخد صوره لشكل اسنانك، الصوره دي تتحط على الكمبيوتر، الكمبيوتر ده ابدا اعمل ديزاين للابتسامه بتاعتك. جميل. واحنا قاعدين وانت قاعده جنبي شايفه الديزاين بتاعك بيتعمل ازاي، عجبني ما عجبنيش، لايق عليا مش لايق عليا، نعرض السنان، نغير اللون، نغير السبيسز الفراغات ما بين السنان، انت اكسبت الديزاين ده، بندوس ستارت، في ماشين جنب الجهاز ده بتعمل ميلنج، بتنحت الكراون بتاعك او القشره بتاعك وتتحط جوه بقك في نفس الفيزل في نفس الجهاز. يعني احدث حاجه ده بقى المعمل بقى. ياس ده بقى المعمل بقى بالظبط، معمل محندق كده. برافو عليك. وجميل انها بتقنيه تعتقد 3D، فبتكون متاحه انك تعرف شكلك بعد الفينال كيف يكون الشكل بالظبط. طيب بالزبط. دكتور هذا بالنسبه لللينس ولا بالنسبه لكل شيء؟ اللينسز وقصه اللينسز دي برضو اللي احنا بنقول عليها حاجه اسمها سليبرتي سمايل. دي حاجه منتشره جدا. سليبرتي سمايل ده عباره عن لينسز قشره ليها لون محدد، احنا نتحكم في اللون زي ما احنا عايزين، بتتحط القشره دي على سطح سنتك بدون ما السنه تتبرد. دي حاجه مهمه جدا طبعا. ان انا يهمني اعمل تجميل بس ما اثرش على السنه الطبيعيه بتاعت ربنا، احنا عايزها زي ما هي. صح. فالتكنولوجي بقى بتعتمد في اللينسز دي على ايه؟ على الثيكنس، سمك القشره دي قد ايه؟ كل ما كان سمكها قليل كل ما اقدر احطها على اسنانك من غير بدون ما بدون ما اهدر صحه الاسنان الاساسيه. برافو عليك. ومن غير ما تلاقي نفسك بعد ما خلصت انت عندك ضب مثلا او عندك بروز في اسنانك، ودي كانت حاجه قديمه بتخض قوي فبالظبط. فهو ده اللي احنا بنعمل عليه كنترول دلوقتي، ان احنا وناس كمان ما بتحبش تضحي بالسنه الاصليه طبعا. انا يعني يقول لك لا خلي دي موجوده، من فتره كنا بنضطر نعمل كده، والفتره دي سنتين ثلاثه كنا بنضطر نعمل كده، دلوقتي وجود اللينسز بالسمك القليل قوي ده ادانا الفرصه ان احنا نحافظ على اسنانك، ما تحسيش ان انت نفسيا عندك مشكله، او انت حتى لو انت اسنانك شكلها حلو بس اسناني الطبيعيه اللي تحتها اتبردت كانت مشكله كبيره. طب ده في وجود اسنان يعني بس فيها شويه دفوهات، في حاجات طبعا معقده اكتر، يعني عدم وجود سنه خالص، يعني مساله بالزبط. مثلا زرع الاسنان بالظبط. ايه الجديد؟ ما هو دي في الحالات دي برضو احنا كنا زمان عشان نعوض سنه مفقوده كنا لازم نعمل بريدج. البريدج هو الكوبري اللي الناس كلها متعارفه عليه، ان انا لازم ابرد السنه اللي قبل الفراغ قبله وبعده واعمل بريدج وصل الجسر بالظبط كده. احنا خلاص تخلصنا من المشكله دي، وبقينا نعمل الامبلانت اللي هي زراعه الاسنان. زراعه الاسنان هو ان انا بعمل سنه جديده جوه العظم كانه جذور جديد. برافو عليك. وفيها يتحط البورسلين او الزيركون او ماده اسمها ايماكس، يبقى انا خدت. وممكن كمان ينحط عليها بعد كده لينس دكتور، يعني بالزبط. ممكن كانها طبيعيه ما فيهاش اي مشكله. قصه الامبلانت انا بعوض الجذور بتاع السنه اللي مش موجوده، احط عليها لينسز مع
بقيه الاسنان يبقى انا كده برضو طالع الان مواد تعويضيه ممكن نقدر نقول انها بتتوائم مع فك مع الفك علي. بدون ما يكون في مشاكل باي كومباتيبلتي هو التوائم توائم بمعنى ايه هي الخامات اللي بتستخدم جوه بقنا من غير ما تؤدي لبعض الالتهابات طبعا زمان كان في حاجه اسمها بورسلين البورسلين ده كان عباره عن سيراميك وتحتيه معدن طبعا. المعدن ده بعد فتره برافو عليك ومتعبه برافو عليك مشكلة. وبتعمل مشاكل في اللثه وبتعمل ديسكلاريشن لون اللثه بيتغير بسبب التركيبات دي دلوقتي بقى كل الحاجه اللي بتتحط جوه بقنا بدون معادن تماما بقت بيور بورسلين او بيور زيركون ودي ماده جديده احدث حاجه اسمها الايماكس الايماكس دي اكتر ماتيريال او اكتر خامه بتدي شكل طبيعي جوه بقنا بدون ما حد يعرف انك عامله حاجه في اسنانك مرن على اللثه يا دكتور جدا جميل طيب جداً. بس جميل. في اتهام بقى لدكاتره الاسنان بالاضافه طبعا لكل الاتهامات اللي سبق دي انه غاليين قوي يعني كل الحاجات اي اجراء بيتخذ في الاسنان بمبلغ وقدره بالزبط. فالناس برضو يمكن ده تخوف اخر انها تروح تزور طبيب اسنان بصي هو ليها علاقه بايه ليها علاقه بالديورابيلتي بمعنى هو في حاجات في ممكن نفس السيرفيس اللي انت هتاخديه عند دكتور الاسنان تاخدي نفس السيرفيس دي او انت متهيئ لك ان هي دي نفس السيرفيس بس بسعر اقل وده ليه علاقه بالبرودكتس في الاخر بنستخدم ماتيريالز برافو عليك بنستخدم خامات بتتحط جوه بقنا الخامات دي بتتراوح بقى في صيني وفي كوري وفي شرق اسيا وفي يوروب وفي امريكان كل الحاجات دي ليها سعرها انا بقول الديورابيلتي في ايه دايما لما باجي اعمل تجميل اسنان بقول ان انا عندي ثلاث اهداف انا عايز اوصل لهم انا عايز شكل كويس شكل يبدو طبيعي طبعا الفانكشن لا تتاثر يعني وظيفه البق اللي هي الاكل والشرب زي ما هي عاديه زي ما هي عادي في نفس الوقت الديورابيلتي العمر الافتراضي مش مفروض انك تعملي حاجه في اسنانك وكل سنه تروحي تعيديها لا احنا عايزين حاجه نعملها تعيش اطول فتره ممكنه ان لم تكن هتحافظ كمان على الاسنان برافو عليكي اذا في الاخر الخامات الكويسه الخامات اللي هي الكواليفايد قوي الكويسه قوي هي بتعيش كويس لو حسبتيها الحاجه القليله تلاقي نفسك بتعيديها كل فتره أكثر من مرة. تقريبا انا ما عملتش حاجه طبعا وبعدين احنا لسه قايلين في الاول ان زيارتنا لدكتور السنان اصلا بتبقى زياره تقيله فانا عايز الحاجه اللي اعملها ما اضطرش اروح كل سنه او سنتين اعيدها تاني طبعا. في حاجه انا قلتها يمكن على سبيل الدعابه كده في الاول قلت انه طبيب الاسنان محتاج طبيب نفسي جنبه مره رحت لدكتور اسنان وكان عندي مشكله في اسناني فقال لي المشكله دي عندك نفسيه انت نفسيتك اليومين دول متاثره فاسنانك اتاثرت على فكره صحيح جدا واللي انت قلتيه ده مش دعابه انا شخصيا واخد دبلومه في السايكاتريك انا واخد دبلومه في علم النفس وانا خدتها وكان الناس مستغربه جدا وانا باخد الدبلومه دي ايش علاقتها بالاسنان هو اكتر حاجه بتقولي اهو ان هي انا ببقى خايفه طب هو ازاي الدكتور ده يهديني طب ازاي لو انا عندي مشكله نفسيه طبعا. ازاي الدكتور يعرف ان المشكله دي مشكله نفسيه والالم مثلا اللي عندك ده الم نفسي طبعا. تخيلي في نوع من انواع التسوس اسمه رامبلت كيلس ده نوع من انواع التسوس بيجي بس مع الحاله النفسيه او بيجي مع طب ما هيروح يعني لما اتبسط خلاص هو اتسوس وخلاص ما يبوظش بقيت سنانك بقى يعني انت لو انا حالتي النفسيه بقت في انا عندي ديبريشن ما حاجه مضايقاني ظروف البلد مضايقاني ظروف شخصيه مضايقاني تبدا سنان تسوس ولو ما لحقناش الموضوع ده هنلاقي بقيت سناننا تسوس جدا تعريف التسوس الحاد او التسوس اللي بيجي نتيجه الحاله النفسيه ان التسوس بيجي بسرعه قوي بسرعه وبياكل اجزاء في الاسنان دكتور مش متوقع ابدا انها تنتهي برافو عليكي جدا وبيصيب عدد كبير من الاسنان في فتره قليله جدا صح اذا احنا بنبقى ازاي نعمل كنترول على ده وازاي نحافظ على بقيه سناننا فانت في الاخر عايزه تعامل نفسي وده مهم جدا كمان فيه. مشكله يمكن اسنان الاطفال تحديدا انه اقل تسوس بيوصل بسرعه جدا للعصب طبعا. وبالتالي هو بيبقى بيشتكي الصبح بيبكي بعد الظهر يعني السؤال المشهور جدا ان ام تيجي لي مثلا بمنتهى تقول لي طب واحنا زمان واحنا صغيرين ما كانتش اسناننا بتسوس كده اه في السن ده لان احنا زمان واحنا صغيرين ما كانش اللايف ستايل بتاعنا زي اطفالنا دلوقتي كميه الشوكليتس وكميه السويتس وكميه الجانك فودز اللي احنا متخيلين الجانك فودز ده لا ده جانك فودز اكتر حاجه بتعمل تسوس في الاسنان بنقول عليها اسمها ريفايند كربوهيدرات الكربوهيدرات المحسنه حاجات المصنعه الباتيهات والكرواسان والكلام ده ما دي اكتر حاجات تعمل تسوس مش غنيه بالمواد اللي بتغذي اللثه ولا بتغذي بنيه العظام ولا بتعمل تسوس كمان احنا زمان واحنا صغيرين مش هنقول زمان وانا من كام سنه مثلا بس كنا بناكل الحاجات اللي بتحل محل الفرشه والمعجون تخيلي صح انا اقول بقول ايه لحد دلوقتي الفايبرس فود الاكل اللي فيه الياف الخيار التفاح الكمثرى الخس الخضروات الطازجه عامه الحاجات دي بسكراب ذا توث الحاجات اللي نقول عليها بالدارج
تقرشها يعني تحس انها فيها صوت في الاسنان. بتحل محل الفرشه طبعا. اذا ممكن تمسح السنان وممكن تمنع اي بكتيريا تبقى موجوده على السنان، فبالتالي بتقلل حدوث التسوس بنسبه كبيره جدا. طبعا احنا بقى احنا مش هنقدر نعمل كنترول على اطفالنا دلوقتي، نقول لهم ما تاكلوش شوكليت وما تاكلوش الحاجات بس دي، بس نعوضها بحاجات. برافو عليك. أوكي. يبقى بارلل ازاي ياكلوا الحاجات دي وازاي ياكلوا كمان الاكلات اللي تحافظ على صحه السنان. صح. يعني كده انا ممكن اعمل اعلان دلوقتي اقول لك تعود زياره الاسنان مؤلمه ولا مرعبه، والابتسامه اصبحت اقرب ما يكون. بنشكر حضرتك يا دكتور محمد ايمن، ميرسي ونورتنا. شكرا لك بالتوفيق، ويعني استمر على ما انت عليه. يعني عوضنا شويه عن الدكاتره اللي بندخل لهم تحس انه بعد شويه هياخد السكينه يكسمك نصين. شكرا لك. شكرا يا دكتور.